الحقيقة هي المشكلة في فهم الناس. ابن تيمية رجل عالم شهد له بالعلم من حضره من العلماء على اختلاف المذاهب. نعم. لا أحد يتكلم فيه بأنه جاهل أو بأنه غير قادر على الاجتهاد، لكن كما هو معروف كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد. ابن تيمية وقعت منه تفسيرات أو أحكام أو اجتهادات خالف فيها إجماع الأمة وخالف فيها معظم آراء المعتدلين من المسلمين. هؤلاء لما جاءوا وجدوا هذه الأمور في كتب ابن تيمية رحمه الله أخذوها وزادوا فيها وحرفوا فيها وانحرفوا بها وجعلوه حجة بينهم وبين الله. لكن ابن تيمية كأي عالم من علماء الأمة لا يمكن أن يكون علمه سبب لضلال الأمة، ولكن كثرة غير الناضجين في العلم وهم يعتمدون على كتب ابن تيمية وينسبون أو يعطون لأنفسهم الحق في الاجتهاد بدون علم وبدون معرفة وبدون تحقق بهذا المقام أدى بهم إلى هذه الاجتهادات الخاطئة. نعم. وليس فكر ابن تيمية وحده المسؤول أما جرى، بل هناك منظمات إسلامية تيارات إسلامية حدثت بعد ابن تيمية واجتهدت في رأي ابن تيمية واجتهدت في نفس القرآن وأخذوا مفاهيم عمموها وطبقوها تطبيقا خاطئا، خرجوا من هذا التطبيق بهذا الذي نراه في اليوم في الدنيا كلها. مثلا حكاية الحاكمية، ابن تيمية ذكر أن الحكم إلا لله، هذا القرآن ذكر، القرآن ذاكر هذا، وكل المسلمين يعلمون أن الحاكم الحقيقي الذي يسن الأحكام ويشرعها هو الله. لا أحد ينكر هذا، ولكن الحاكم بالتبع، الرسول عليه الصلاة والسلام يحكم بالتبع، الله يقول فاحكم بينهم، فيعني العلماء يحكمون، لكن هذا كله حكم بالتبع. ولكن الإسلام لم يقل أن كل من حكم في قضية من القضايا فهو كافر، لأنه ادعى حق الحاكمية أو حق الألوهية لنفسه أو حق التشريع لنفسه فشرع للناس. الأمر ليس كذلك. ولذلك ومن لم يحكم بما أنزل الله. نعم. ومن لم يحكم بما أنزل الله. نعم. نعم القرآن ذكر هذا، لكن حتى الصحابة بعض منهم ذكروا أن هذا الكفر المذكور في هذه الآيات كفر دون كفر، وهذا يرجع إلى ما تكلمنا فيه في البداية أنه من لم يحكم بما أنزل الله اعتراضا وإنكارا لما أنزل الله وعدم رضا بما أنزل الله فهو في هذه الحال من الكافر، ومن لم يحكم بما أنزل فأولئك هم كافرون. صح. تمام. هيجي يقول طب ما هو انتوا عندكم تعالى نجيب مجتمع عندكم في ناس بتشرب خمر ولا يوقع على العقاب الذي انزله الله، عندكم اللي بيزني لا توقع عليه العقاب الذي انزله الله، اذا الحاكم هنا كافر.